كان المخبر البيطري يقدم سابقاً قبل الأزمة الخدمات التشخيص الأمراض الحيوانية المخبرية لقطعان السروة الحيوانية في محافظة حلب. المخبر البيطري ودائرة الصحة الحيوانية هي تعرض لدمار وخراب كبير نتيجة هذا الحرب. البنى التحتية تدمرت، الأجهزة اللي كانت سابقاً لدينا تعرضت غالبيتها للسرقة، البقيان منه اللي ما حسنوا يشيلوه دمروه كمان تخربوا. وطبعاً كان يخدم كسروة حيوانية 3,100,000 رأس غنم وماعز، كمستوى أبقار كان يخدم بحدود 100,000 رأس أبقار. نحن من انقطاع 8 سنين صار لنا اليوم مقطوعين عن المركز، ما خلينا وسيلة إلا ما التجأنا له، عيادات يعني عيادات بيطرية برا، أدوية عشوائية، التجأنا لمخابر التحليل البشرية، كله ما استفدينا منه. أنا في هالسنة خسرت 10 حالات لأنه ما في عندي مركز تحليل، صار عندي حالة تخر التهاب ذرع بالبقر وانتشر، جينا سألنا أخذنا أدوية ما عم ناخذ نتيجة لأنه ما عم ناخذ مثلا عم نشخص العلاج عم نشخصه 60% هذا المرض، العلاج تبعه ما عم ناخذه 100% بين إذا في تحليل بتاخذيه 100%. يعني اليوم في حال وجود المخبر ما بقى في شيء اسمه يعني دواء عشوائي. 8 سنين انقطاع هي اكيد راح ننساها، لان اليوم لما يكون مختبرنا صار شغال وفرحنا لما دعونا وجينا رحنا راسا جبنا حالات دم تحليل ويعني فرحانين بشكل هي يعني تعطينا كثير من الامل. الأمل إنه نحن موجود، ما بقى نشوف غنمنا تموت قدامنا، خروف بنربيه على مدار السنة نجي نفقده بكلمة يومين ثلاثة، هذا الشيء إن شاء الله ما عاد نشوفه.